عبد الغطاري كاتب عام المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي. هو في الحقيقة المتتبع للشأن الرياضي بجهة مراكش تيتأسف الجميع سواء ساكنة أو مؤسسات منتخبة أو جهات رسمية أو سلطات محلية على ما وقع في المباراة الأخيرة. أنا ما تنقولش في المباراة الأخيرة لأن الشرارة الأولى انطلقت في مباراة الذهاب حيث قام جمهور المحسوب على مدينة أسفي بتخريب الملعب الكبير. فبالتالي كان لزاما علينا أن نقوم بوضع واحد الآلية واحد الاستراتيجية تنظيمية سواء بشراكة مع الجهات المسؤولة اللي هي السلطات المحلية بما فيها الأمن الوطني والدرك الملكي، أيضا مع المكتب المسير لنادي الكوكب الرياضي المراكشي، أيضا مع فعاليات المجتمع المدني وأخص بالذكر هنا جمعيات المنتمية أو المدافعة عن نادي الكوكب الرياضي المراكشي المشجعة للنادي. فبالتالي ما اتخذتش واحد الإجراءات اللي هي كبيرة. غادي ننطلق أنا أولا من التعبئة، كانت تعبئة هستيرية داخل المواقع الاجتماعية من بينها أيضا التحريض وأيضا تشجيج الجماهير لهذه المباراة اللي تعطاها أظن تنقول بأن تعطاها أكثر من الحجم ديالها، بين كل اللي تيقول بأن مقابلة مصيرية، مقابلة ست نقاط، مقابلة أكون أو لا أكون، مقابلة أرض الاعتبار، مقابلة من أجل الموت، من أجل إحياء الكوكب. فكل هذا كان تهيج عبر المواقع الإلكترونية مما خلف واحد الهيجان لدى الجميع. نحن كل الاحترام للجمهور المسفيوي وللمسيرين ديال مدينة أسفي ولساكنة مدينة أسفي، وأنا أقول بأن ما قاموا به من أفعال في هذه المباراة خاصة بمنطقة الشماعية لا يمثل الجمهور أو لساكنة أسفي في شيء ولا يمثل المسيرين في شيء. فغادي نلخص هذه الإجراءات هذه اللي وقعت في ثلاثة ديال النقاط. أولا فيما يخص النقل السري الذي استخدم بشكل مفرط فيما يخص نقل الجماهير إلى مدينة أسفي. النقل السري فالفارغونيت أو الميليبوس تيهز 200 150 150 واحد وغادي في ديك الحالة ويمر عبر عدة نقاط، مر من عدة نقاط اللي هي ديال الدرك الملكي وتحت المراقبة الطرقية. فبالتالي ما اتخذتش إجراء، خصوصا أن من بين هذا الركوب هما أبناء اللي هما قاصرين. فبالتالي فتطبيق القانون في هذا الأمر ما كانش. كانت مواكبة مدينة مراكش جلد السلطات مشكورة الأمنية مع الجمهور، ولكن بعض الاختلالات فيما يخص التنقل إلى مدينة أسفي أقولها صراحة بأنه كانت واحد الاختلالات اللي هي اختلالات تنظيمية، على أساس أن كان من الواجب أنه منع كليا هذا النقل السري، هذا النقل ديال الاستاذ أنه الزمية 150 حتى 200 الخلق أنه يمشيو الاتجاه ديال أسفي. هذا من جهة. من جهة ثانية فيما يخص التنظيم، أقول بنا التنظيم داخل الملعب، التنظيم داخل الملعب عارف واحد المسألة اللي هي كارثية. أنا ما تنقولش بأن ما تنحملش المسؤولية للسلطات المحلية، ولكن تنحمل المسؤولية الناس المنظمين، لأن كيف جا في التقرير ديال المراقب بأنه أن 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 الجهات المسؤولة في أسفي ما احترمتش العدد الكافي اللي تيستحمل هذاك الملعب. فبالتالي كان من البديهي ومن المنتظر اننا غادي نشوفوا ديك الاجواء اللي كانت في المقابله نتاع الافلام نتاع اقتحام الملعب بواحد المجموعه كبيره، توقف المقابله لما يزيد على 20 دقيقه قبل ان تستنف. ثانيا هو المواكبه ديال الامن الوطني من هذا المنبر، تنحييهم ان واكبوا في النهايه الجمهور الى مشارف ديال المنطقه الحدوديه نتاع تسافي، وبالتالي تيبقى الدور ديال رجال الدرك اللي تنقولها من هذا المكان هذا بانه ان قله العدد ديالهم وعدم تجربتهم فيما يخص هذه التظاهرات وهذه الكميه ديال الجمهور فادى بالتالي الى الى الى, إلى, إلى, إلى ما تعرض له الجمهور المراكشي من اعتداءات. انا تنقول بالنادي اعتداءات مبرمجه ماشي اعتداءات رياضيه، انه قصف حجاره، انه السب والشتم، ولكن مشات هذه محاولات القتل، تجري من الملابس، النطق بعبارات داعشيه، محاوله اغتصاب
بعض المشجعين، فبالتالي هذه مؤامرة وهذه أمور اللي خص يتحقق فيها يتدار فيها تحقيق اللي هو تحقيق كبير بالتنسيق مع ولاية الأمن، بالتنسيق مع الدرك الملكي، وبالتنسيق أيضا مع جمعيات المجتمع المدني او جمعيات المشجعين ديال منطقه اسفي ديال منطقه مراكش، اللي تعرفوا الوجوه اللي برزت في بعض الفيديوهات، وتعرفوا الوجوه المتزعمين لهذه الحركه التخريبيه، الحركه ديال خلق البلبله داخل الجهه. فبالتالي يجب الضرب من حديد وتطبيق قانون ديال الشغب، وايضا بعد ذلك في هذه تعتبر جنايه، بحيث كاين هناك اللي كاين في المستشفيات، كاين اللي طرح الفراس، كاين اللي تعرض للكسر، كاين اللي تعرض لهتك العرض، كاين دروك اللي خصو مواكبه نفسيه لان تعرضوا لازمات نفسيه. فبالتالي فلا يعقل ان في ليله العيد انه كانت خساره ديال الكوكب، وتم ايضا عيد عيدين، فعيد في ديال الضرب وديال الجرح من طرف بعض المغاربه المحسوبين على مدينه اسفي، حاشا ولا واش يكونوا مغاربه او يكونوا تيمثلوا هذه الجهه العزيزه. الرجاء لواحد النقطة أخرى فيما يخص تفاعل الإدارة وتنقول الإدارة، ما تنقولش إدارة نادي الكوكب الرياضي مراكش مكتب المديري، تفاعل الإدارة الفرع ديال كرة القدم، بحيث أنه ارتكب عدة أخطاء. أولا ارتكب خطأ أنه قام بتتميم المباراة، فبالتالي من توقفت المباراة 20 دقيقة فكان عليه أن ينسحب من المباراة وأن يترك الكرة وأن يترك المجال إلى التقارير التقنية والتقارير والطعن في نتيجة لأن لم توفر الحماية. ثانيا المباراة كانت لعبات في يومين، بحيث أن لعبات في يوم وانتهت في يوم، وهذا تتناقض مع القوانين المنظمة لكرة القدم. ثالثا أن ما كانش الحماية الأمنية كافية، بحيث أن حتى الحكم تا هو لجا للفيسير وعيط للعابة أنهم دخلوا في حالهم من أجل الحماية. فبالتالي من وصلت 20 دقيقة كان على نادي الكوكب الرياضي أنه يتخذ قرار جريء بعدم المواصلة، هذا من جهة. ثانيا فيما يخص فالتعبئة اللي كانت قبل المباراة، أيضا المكتب المسير ما قامش بواحد التعبئة في وسط الجماهير، ما فتحش المجال للجمعيات المناصرة ديال نادي الكوكب الرياضي المراكشي بتوفير وسائل اللي هي تكون لوجستيكية ووسائل، بحيث أننا لا يمكن أن في ظل هذه الوضعية أننا نقتصر فقط على الممر الخاص من مراكش عبر الشماعية إلى مدينة أسفي، بين أيضا كاين هناك ممر من مراكش عبر طريق السيار إلى مدينة أسفي، كنا نكونوا في غنى عن هذه الأمور، هذه مشاكل لوجستيكية اللي كان المفروض أنه تتاخذ. ثالثا نعيب على الصمت الذي التزمه المكتب حتى مرور يومين او ثلاثه ايام، عاد فاش خرج بالبلاغ ديال الرساله الى الجهات المعنيه، اللي هو كان كي تنقول بانه بلاغ كان يجب مرافقته ايضا بالقرص مدمج التي جرد لنا جميع ما تعرضه نادي الكوكب الرياضي مراكش داخل الملعب وخارج الملعب وعبر الطريق ذهابا وايابا، وايضا زويد الجامعه بالقرص الخاص بالمباراه ديال الاياب، فبالتالي فباش تعرف بان هذا الشيء كان مدبر وهذا الشيء كان عن متتبع من جهات اخرى لا اعلمها انا، فبالتالي البحث غادي يبينها. ثالثا خص يكون التقرير ديال مراقب المباراه، التقرير ديال الحكام، التقرير ديال الامن، خص الجهات المكلفه في نادي الكوكب الرياضي انها تصل بالامن الوطني وتقبض التقرير اللي تم وضعه وتعزيزه في الملف ديال الكوكب. وبالتالي فالجامعه الان خصها تاخذ واحد الاجراءات اللي هي اجراءات قانونيه في حق جميع من خولت له نفسه انه يلعب هذا اللعب الصغير، تنقول اللعب الصغير اللعب ديال ماشي الرياضي. انا يمكن لي كيديك واحد الشطر فيما يخص ما قاله المكتب المديري ديال المدينه الاسفي، انا متفق معاه وانا قلتها في التدخل ديالي، بان كانت جيش وكان جيش ديال الجمهور ديال مدينه مراكش تحت عنوان مقابله المصير، مقابله الموت، مقابله من اجل البقاء، فكل هذه العبارات استخدمت بشكل غير لائق داخل المواقع الاجتماعيه. هذا الشكل غير لائق عطى واحد الهستيريا الجمعيات المشجعه، واحد الهستيريا للساكنه ديال مراكش. انا ما تلومهمش لان ساكنه مراكش يحبون حتى النخاع نادي الكوكب الرياضي مراكش، فبالتالي ما يمكنش واحد المقابله كيف هما طلقوا عليها هذيك الاسماء انها جات في واحد الظرفيه اللي هي ظرفيه خايبه ان ليله الفطر،
ثانيا جات في واحد المكانه ان جات مقابله ما قبل المقابله الاخيره، وبالتالي فتم تجيش كي تنقول تجيش جميع الامور. ولكن انا لا احمل المسؤوليه للناس ديال الكار لان ما باش يديو، راه من حقهم انه ما يديوش مدينه التسفيت، لان ربطوا مقابله ديال الاياب بمقابله الذهاب. ففي مدينه مراكش اعتدوا على رجال الامن بالضرب، وكاين صور وفيديوهات اللي قبطوا رجل الامن وطرحوه للارض وجردوه من الملابس الامنيه المقدسه ديالو. ثانيا خربوا الملعب العام وتقدرت الخسائر تقريبا بحوالي 80 مليون. ثالثا توقفوا او يكلوا تقريبا شي 4 تاع المباريات ومع 8 5 تاع المباريات. فبالتالي انا من حقي انني عندي الكارت ديالي، ما يمكنش نصيفط مصا، وان كانت مذكره من طرف السلطات المحليه وانا اشك في ذلك، ما غاتكونش مذكره، او كانت عن طريق ديال حمايه الاملاك ديالي الشخصيه، ما غاديش نمشي. ثالث انا تنقول من تنحمل المراقبه ديال الطريق، ملي تكون واحد ملي كون كنا في 44 ولا كنا في يلاه خرجوا على مدينه مراكش ووقفوا رجال الدرك، لان الترونزيت هز 150 200 وغاديه شي الفوق شي لتحت، مخالفه نتاع السير كبيره، كون وقفناهم من تما ورديناهم نديروا داك الشيء اللي كان بغي يدار في الروتو نديروا حنا في لاني، كل ما غاديش نطيحوا في هذه المساله. فيما يخص كان واحد التهييج نتاع ان الكوكب عطينا 600 ورقه لا 1500 ورقه، بينا نعطيو تدخل الجمعيات في الاوراق، المدير المدارس رفض باش يقبل الوراق، قالوا التقطاع غادي يكون فيها سفيفه. كل هذه كانت واحد الارضيه اللي هي خصبه واحد البرميل اللي عامر بواحد البارود اللي جات واحد الشعله داخل الملعب وهي تفجرات هذه الوضعيه. اليوم انا تنقول في المساله تنقول ان نهايه ان جمهوره الكوكب اولا ما كانش هز الاسلحه البيضاء، فالفيديو تتبين بين شكون اللي تعرض، ولا فيديو واحد تعرض شي واحد من الجمهور ديال اسفي الضرب والجرح والكلام النابي، بل اللي تعرضوا للهتك وتعرضوا للضرب وتعرضوا لمحاوله القتل هو الجمهور ديال مراكش. وخاصه ما عرفتش انا بين قوسين انا تبعت واحد الفيديو علاش بالضبط في منطقه الشماعيه، علاش بالضبط في منطقه الشماعيه تشوف مراه كبيره عندها 60 عام هزها حجره تزف، رجل كبير عنده 60 عام هز حجره تيزف، دري عنده 14 عام هز حجره تيزف، الامن تما ما تلاش قديس وقل لا شفتوا دوك الفيديوهات اللي كاينه ان اقتحام ديال حافله والضرب والجرح بالسكين والتجريد من الملابس والشفره ديال الفلوس وكل شيء. فبالتالي علامة استفهام ان علاش بالضبط في المنطقه ديال الشماعيه. الحقيقه هو المنظومه الكرويه كلها هي اللي ردت البال من المباراه ديال الوداد ضد الترجي، ولا واحد الاسلوب كبير، كل شيء ولا بيربح بطريقه سواء كانت قانونيه او غير قانونيه. وذلك انا تنقولها بان خصنا نبحثوا واش كاين شي حد من الجمهور اللي تيقول تيعبع الجمهور باش يقطع من الملاعب باش نوقفوا المباراه، باش خصوصا ان الحكم اللي صدر لصالح ديال الوداد انه يهيج كل شيء ولا تيطلب بالتحقيق، كل شيء ولا تيطلب باللجنه ديال اعاده النظر في المباراه، كل شيء تيطلب بان بتوقيف بان كاين هناك الترشي وكاين هناك الرشوه دايره في المباراه، خصوصا في هذه المباراه المصيريه المباراه الثالث الاخيره. فالكوكاب وضع التعرض ديالها ضد تطوان والرجاء، دروكا كاين تهييج كي قلتي الجمهور ديال الجيش الملكي عندكم تعطيو الماتش لتطوان، تطوان تهيج في الجمهور ديال الوداد خصكم تربحوا ولا ضرر لا ضر. فبالتالي ادى الوداد ان اجلات الاحتفال ديالها الى غايه 14، ما كانت بغات تحتفل في مدينه مراكش، فبالتالي اجلاته حتى نهار 14. فبالتالي خص تعاود المنظومه، خص نعرفوا فين كاين الخلل. اولا المكتب الموسمي اللي ما قدرش، انا تنقولها المكتب الموسمي هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات ديما المصير ديال الكوكب في يد فريق اخرى، ما تيبقاش في يده هو. دروك الكوكب تربح كاع المصير ديالها كاين عند المقابله ديال الجيش الملكي ديال تطوان، علاش العلامات الاستيفاء اللي خصنا نراجعوا وخصنا نقعدوا للارض هو نديروا قراءه ويكون عندنا مشروع مستقبلي ديال 5 سنين، اما باش نجيو بنا نسيروا سنه بسنه ومقابله بمقابله فسيكون مصيرنا العام الجاي هو مصير ديال هذا العام هذا، وغادي نبقاو تنتخبطوا في العشوائيه، لا مكان واحد السياسه هو معقل، لا مكان واحد البرنامج هو. فيما يخص هذا فكنت بكل افتخار من تحطت سؤال في البرلمان قمت بتدوينه وقمت بمهاتفه برلمانيين ممثلي لجهه مراكش. فبالتالي قلت لهم جاء الوقت
باش انكم تردوا واحد شويه سكينه مراكش عبر النادي الكوكب الرياضي المراكشي ذو المرجعيه التاريخيه، وبالتالي يجب الحضور اثناء تداول هذاك السؤال. وها الملف ها هو كاين، خصكم توقفوا وترافعوا ضد هذاك الملف، لان ايضا الكوكب الرياضي المراكشي تعرضت للحيف، تعرضت في عده مقابلات للحيف، فبالتالي يجب فتح التحقيق في جميع المقابلات وجميع اللقاءات اللي تمت في هذه البطوله. فكنت يمكن انا السباق، فبالتالي ما كانش واحد الصدى كبير. كاين بعض المرات اللي اتصلت بهم هاتفيا، كاين بعض المرات اللي الهاتف ديالهم يرن ولا يجيب. ايضا في الدوره ديال مجلس مقاطعه المدينه فطرحت الاشكال ديال نادي الكوكب الرياضي، وخير تجاوب هو تاجيل منحه ديال المكتب المديري اللي هي فيها 500 مليون ديال الفرع من طرف المجلس الجماعي، لان الناس تنقول باقي الموسيقى خصو يكون خاتم ويكون ثقيل ولا بغا يقول شي كلمه يعبرها. فملي تنقول انا ما بغيتش فلوس ديال المجلس الجامعي، ماشي انت، مش كون انت راه فرد فوسط واحد المجموعه ديال نادي الكوكب الرياضي. فالذي يقدم طلب للمكتب الجامعي مشكور، وللجهه مشكوره، ولولايه مراكش مشكوره، ولمجلس الاقسام فهو رئيس المكتب المديري. فبالتالي ليس لاي حق لاي رئيس فرع ان يقول ما بغيتش انا المنحه، فرئيس الفرع ما عندوش الحق او الصفه المعنويه او القانونيه باش يراسل المجلس الجامعي او مجلس الجهه او مجلس المشور. فالمخاطب الوحيد لهذو اللي وقع اتفاق الشراكه هو رئيس المكتب المدير. فبالتالي لما بغيتيش المنحه فذلك شانك، وبالتالي ولكن وعدنا المغاربه المراكشيين وقلنا لهم بان بغينا نجيبوا واحد الحاجه نكونوا بدها. فبالتالي هذا سوء التسيير وهذا عدم المواكبه وهذا النظره التحقيريه، تنقول انا النظره التحقيريه للمجالس، فما تخدمش الكوكب الرياضي المراكشي. وهذا المنبر ديالكم تنقول انا اوجه رساله شكر الى السيد رئيس المجلس الجامعي والى السيد رئيس مجلس الجهه والى السيد رئيس مجلس المشروع، انكم تدعمون نادي الكوكب الرياضي المراكشي وتدعمون ساكنه جهه مراكش وتدعمون المرجعيه التاريخيه لنادي الكوكب الرياضي المراكشي، ولا تدعمون اشخاصا ولا تدعمون فروعا، بل تدعمون مكتب مدير الذي يسير 17 الفرع. وحنا شاكرون لكم هذا الدعم الذي يقدر بالملايير. فبالتالي يعتبر مجلسكم هو اكبر داعم لنادي الكوكب الرياضي المراكشي، وبالتالي 500 مليون الفرع ديال الكوكب، ما كاينش شي مستشغل تيعطي 500 مليون الفرع ديال، ما كاينش مستشغل تيعطي 300 مليون الفرع ديال كرة القدم. فبالتالي هذه الاموال ولات تدخل المكتب المدير هو اللي تيدوزها. ولكن دروك انا تنقول بان اتفاقية يجب ان يكون فيها اهدافا مسطره. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا تنشكروا قناه الوانكم. فيما يخص السؤال ديال كيف عشنا المقابله ديال الكوكب المراكشي والاولمبيك اسفي، مازال بكل المقاييس من هذا المنبر اللي تيتحمل المسؤوليه ديال هذه المقابله، باش نكونوا صراحاء، باش ما نضربوش الشمس من الغربان، هو المكتب المسير ديال فرع كرة القدم ديال نادي الكوكب المراكشي، هو المسؤول الوحيد على هذه المازالات. بالنسبه للمقابله دخل الجمهور التيران أو الميدان، ولا واحد من هاد الناس هادو كان تيتوجد مع اللعابة، يعني النفسية تاعت اللعابة متضمرة. شكون اللي بيهضر على هاد الناس؟ إذا قلنا هاد الحكم وقف المقابلة ودخل هاد الجمهور، خص يدار فيربال ويكون واحد من المسيرين، على الأقل يكون واحد، على الأقل يكون واحد باش يستعمل المسائل القانونيه في هذا الاطار. يعني اللي تيتحمل المسؤوليه هو المكتب المسير ديال نادي الكوكب المراكشي. هاد الناس هادو عندهم التسيير العشوائي، التسيير العشوائي واضح وضوح الشمس. واش عباد الله الفرقه لعبه كتيقول لهما وتيجيشوا الجماهير مقابلات السد، مقابلات هذا، مقابلات سميتو سي با لا فان دو موند. يعني هاد الجمهور اللي دخل التيران
المسؤوليه الوحيده اللي تيتحملها هو المكتب المسير ديال فريق النادي وكوكب مراكش، وليس الامن وليس الدرك الملكي. انا ضد هذه الفكره هذه، انه كون كانوا هاد الناس مسيرين غنرجعو القتيل، الكوكب كانوا تيمشيو كثر من هذا الجمهور هذا، تيمشيو تيمشيو لاي بلاد في المغرب الحمد لله وكيلعبوا الكره، تيلعبوا الكره ماشي الفوضى، ماشي تيهيجوا الناس، تيهيجوا الجمهور، الناس يديروا لا فعلوا لا راه مقابله مصيريه لا هذا لا راه مقابله مصيريه. انتم اللي درتوا هذا الشيء، شكون اللي جعل الكوكب في هذا المستوى؟ هو انتم، هو المكتب المسير. دابا حكى الامن ما كاينش، الدرك الملكي ما دار خدمته، الجمهور السيوي ماشي في المستوى، هادشي راه كيضر الكره الوطنيه بالدرجه الكبيره، كيضر الكره الوطنيه. اما بغض النظر علاش وقع فاس فيه، انه الضحيه دابا هو الجمهور المراكشي، هو الضحيه الاول. يعني هاد الناس ما عندهمش المستوى ديال التسيير في المسائل اللوجستيكيه، تحت الصبع على قول الحجاب. يعني كون كانوا هاد المكتب المسير في المستوى ما غاديش يوقع هاد الشيء هذا. شحال من خطره لعبنا مع الاولمبيك الاسفي، راه لعبوا هنا في مراكش فعلا كاين اللي فيهم شي وحدين اللي هما دون المستوى، ولكن ما غاديش نعممو، ماشي اسفي كله. انه هادوك الناس حتى هما راه كيحبوا الفرقه ديالهم، كيحبوا يعني الاداره ديال الاولمبيك اسفي ركبات على ظهر الاداره ديال الكوكب المراكشي. يعني كانت شي حاجه يجيبوها انتم في وسط التيران، انتم القانون يحتجوا اولا الحكام، ثانيا تعرف النتيجه سير لو شون في البلاصه تماك في التيران عندهم تماك، وما لعبوش الكره كي قال السي حمد بهجه، ما لعبوش الكره سيدي، انه كاين جسم غريب في التيران دخل، وكيفاش بيتو هاد الكره تجي تمشي؟ هكا الامن الوطني ما كاينش، الجندار دارو هاد الهضره هادي، انا ما متفقش فيها كاع. انا تنوجه اللوم المكتب المسير، الاعضاء المكتب المسير، فرع كرة القدم ما عندهمش مستوى، هاد الناس هادو يعطيو الكوكب اتساع سواء بقات سواء بطات. دابا الجمهور دابا بريباراو النفسية ديالو تيتسناو غير الكوكب، عطيونا شي حل، راه ما كاينش، ما كاين حتى شي حل. اللي تصدر دابا هو الجمهور المراكشي خاصة، الناس في السبيطارات ما شافوهم حتى حد، حتى شي واحد فيهم ما طلع عليهم باش يقولوا البرلمانيين المجلس الجماعي الولاية، الهضرة زايدة الأقصى. اللي تيتحمل المسؤولية هما هاد الناس اللي قال لهم باك طاح في السوق، قال لهم راه خرج من الخيمة كيمين، كون كانوا مسيرين في المستوى غادي يكون الجمهور في المستوى، غادي ما وجدتو ليهمش. هو حنا ولينا في النقل السري، حنا ولينا في العشوائية، العشوائية والضحية دابا هو الجمهور. وعطيو لهاد الفرقة هادي الاتساع، بركة عليكم، تفرقوا معاها، بركة هاد الشيء هادي اللي تشوهتو، راجي راه شوها، راه لا يعقل، لا يعقل من طاجان لكويرة جميع الفرق في المستوى، كوكب المراكشي في المستوى، أولمبيك تسافي في المستوى، ولكن المكتب ديال كوكب المراكشي ماشي في المستوى، وهذا الشيء معروف. واش عباد الله كاينين الناس تيقول لك كوف، وانت في الافرتيسمون صاحبي راه ما عندكم والو، راه ما عندهم هاد الناس حتى شي حاجه، ها هما اخوان ديالهم في الكوكب في المكتب، ها هما خلاهم في المشاكل. السيد ها هو كيتسال الشيكات، ها هو دافع الشيكات ما عنده حتى ريال، عاطي الشيكات تيتسال 67 مليون، وتبارك الله كاينين اللي كنقولوا حنا الا باعها بيع، يلا حد قيل في التصاور، يلا حد قيل ما عرفتش كلي ندير امبوسيبل ديجا، ما عرفتش كلي امبوسيبل قيدتي، قال لما جا هضر في هاد البلاد على الكوكب راه امبوسيبل شي واحد. وفي الاخر يقول لهم الدرك الملكي، البوليس ما كاين، المكتب اللي ما كاينش. وبهذه المناسبة غادي نترحموا دابا حنا على الكوكب. النادي مشكور ديال الوداد البيضاوي بيحتفل بالترع ديال البطولة على قبل الجمهور، على قبل الجمهور ما بغاوش يحتفلوا مساكن، على قبل هاد الناس في السبيطار اللي ما شافوهم تحت، علم الله واش واكلين واش شاربين. وتزيدينا بالهضره، الهضره كلها هي مردوده عليهم. بالنسبه للمسيرين ديال كيسمع دابا المسيرين ديال الاولمبيك اسفي غيجيو باش يزوروا هاد الاخوان الجمهور، وهذا هادي بادره حسنه، وفي نفس الوقت هذا واجب عليهم. انه كي تنقول هادوك البلطاجيين
انا ما كنعممش على جمهور ديال الاسفل كامل، ولكن هذوك البلطجيين ديالهم هما اللي داروا هذه المشاكل. ما تشرفوش الكره المغربيه طنجة بالكويره باش نردوا اللومه على الجمهور ديال الاسفل كله. هو انه الحمد لله ما عندنا جهه من مراكش اسفل بحالنا بحال الاولمبيك اسفل. حنا ماذا بينا يلعبوا هاد الناس الكره؟ يعني كون كان عندنا حنا في المستوى مكتب مسير عوض ما يجيو الجمهور وربطوه في هذا المستوى هذا يجيو الجمهور على الكره يتطلعوا في اللعابه يدخلوا هذوك الفرقه عندهم النفسيه. النفسيه بعدا متضمره انه حتى تشوف راسك غادي بوحدك والجمهور انتم كتشوفوا من حقهم يمشيو في النقل السري يمشيو على رجليهم يمشيو في الكراون يمشيو في نامبورت كي هذاك حق تاعهم مشروع. ولكن باش تكون هاد الفوضى هادي مهزله ودابا ولا الدمعي دابا هو السبب ديال هادشي. دابا هشام الدمعي هو السبب، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هشام الدمعي عنده مسؤولية كيدرب واحد الفريق، نحيدو كاع حنا اسف نديرو هشام الدمعي كيدرب الجيش الملكي غادي نقولو والده لا علاقة بهشام الدمعي. هشام الدمعي عنده مسؤولية راه كيدرب الفريق راه هو غادي في المستوى. يعني كون كانوا هاد الناس في المستوى ما يفرطوش في الدمعي، ما يفرطو فيهش كيفاش حركة. هذه مسائل هذه موراها كي تنقولوا دوك الناس فاقدوا الشيء والله يعطيه. وانتم مع الدمعي دار ام الوطن ما كاينش، الجندار داروا، ودابا كاع هاد المنظومه كلها غندخلوها في هاد السير العشوائي ديال هاد الناس هادو. اسيتي اللي تيتحمل المسؤوليه هو المكتب، هو اللي تيتحمل المسؤوليه. الدمعي بحاله بحال سائر المدربين المغاربه. راه داك النهار كان العامري هنايا، فانا حضرت في المقابله هنا في الملعب الكبير، وكان العامري وخسرات الكوكب ونقول له ولي يجي اسفي لا يعقل. فاقد الشيء لا يعطي. المكتب المسير ديال كرة القدم في مراكش ماشي في المستوى، وانا تنشاطر السي حمد النجا الاسطورة ديال كرة القدم وتنشاطر مصطفى قدجي. الناس عندهم نفس، عندهم نفس على الكوكب، وحنا كاع وحنا قادة. واش اللي دار شي حاجة او وقعت شي حاجة لهذا الفريق راه الدمعي احكر الهجم بوسي شي واحد، احكر البوليس ما كانوا في التيران. العقلية خاصها تبدل، وهاد الناس هادو خصو يعرفوه بلا راه ما اول حاجة الجمهور راه مقطر. انه كاينين جمعيات وهاد الجمعيات هادو المشكلة كل واحد تيقول لك عنده الأوطرة ديالو. هاد السيمين عنده الأوطرة ديالو، الورزازي عنده أوطرة ديالو، الشوفاني عنده أوطرة ديالو، مربوح عنده الأوطرة ديالو، دايرين الأوسي والخزرج، كل واحد عنده أوطرة، وكل واحد تيدافع على مصلحته، والضحية هو الجمهور الكوكب المراكشي. وكيف يعقل باش نتوما عندكم نتوما الناس تجاو لكم تيدافع لكم، وتيقولوا لكم العام زين، لدرجة أنكم البلاد ولات في الهاوية بالنسبة لكرة القدم. الحمد لله أنا ضد هذه الفكرة هادي تاعت أنه يسبيو أو السبب ديال الكوكب المراكشي هو الدمعي ولا البعجة ولا قيتي. السبب الوحيد هو التسيير العشوائي ديال هاد الناس هادو. راه الولايه لجهه مراكش اسفي راه كتعطيهم الدعم، كيقص البيطاري، راه المجلس الجماعي راه تيعطيهم الدعم، وكاينين الناس تيعطيهم. وفينا هما هاد الشيء هذا؟ فينا هو هاد السير هذا؟ واش عباد الله كيقال السي حمد الهجا كاين واحد السيد معاهم ما عنده الدريان سميتو نعيم، عطي 67 مليون من جيبو الخاص وما عاد كيتسال شي 125 مليون شيكات غرقوه غرقوه. وكلهم عندهم الفلوس، كلهم عندهم الفلوس، وعدو تيحبوا البلاد تيحبوا الكوكب، لا علاقة لهم بالقابلس ديال الكوكب. هادو الناس جايين لغرض في نفس يعقوب، جايين للمصلحة ديالتهم وتكرسوا على هاد الفرقة هادي. سؤال وجيه، واخا سؤال ملغوم، ودابا كملنا من الطرق الملكي، كملنا من الأمن، حنا غنسدو الأحزاب السياسية. قصدي حنا مادا بينا يجي شي حزب كاع ديال فرنسا يسير لنا غير الفرقة، ويكون السير ويكون تسير في المستوى والفرقة تصارع على أرقام،
الا ما قبطوها السياسيين غادي يقبطوها، غادي يقبطوها الناس اللي عندهم من غير السياسه. راه ماشي المشكل هو السياسيين، المشكل هو التسيير، المشكل ديال الفرقات اللي كوكب المراكشي هو التسيير. راه اللي قبطها راه غادي تتخبط في هاد المشاكل هادو، وراه لا الاحزاب السياسيه ولا هاد الاخوان هادو كلهم ها ما غاديش نديرو اللوم على شي حزب، او غادي نديرو اللوم على الدرك المراكب هاد الناس هادو الابار. حنا كنهضرو في مقابلات كرة القدم في الرياضة، يعني إلا كان مسيء في المستوى غتمشي الكرة في المستوى، إلا كان مسيء بدون مستوى النتيجة هي راه المصير ديال الفرقة تصور دابا أنت المصير ديال الفرقة تيولي بين فرق أخرين. وراه كاينين مسيئين دراما في الوداد، راه ما كيديرو السياسة، راه ما في أحزاب، الفرقة غادية كوميرفو عليها مراكش بالضبط. راه ماشي غنشوفو، راه الجيش الملكي راه تيطوانيت، راه كلهم تينتميو لأحزاب سياسية والفرقة تاعهم في المستوى. يعني كون كانت الفرقة، يعني كون كان المكتب المسير في المستوى راه ما غاديش نوصلو لهاد المسائل هادو. أنا كنقول للجمهور ديال كوكب المراكشي أنكم كضربو في قربها بثقوبة، هاد الناس هادو راه ما عندهمش المستوى. وراه أحمد البهجة رخص نوضو أولاد البلاد الجمهور مراكش، نوضو شوفوا الفرقة، نوضو شمرو، لا تسناو شي حاجة، لا باقيش تسناو شي حاجة من هاد المكتب العشوائي. هاد الناس عندهم مصالح، راه خرجوا على الفرقة. واش حنا العبد اللي جا غادي نبقاو تنقولوا لا راه فلان المكتب المسير؟ هاد الربعة الناس هادو انا تنشاطر مرة اخرى البهجة، وتنشاطر مصطفى قدجي، وتنشاطر السبيطاري، وتنشاطر كل غيور على فريق ناجي لكوكب المراكشي. بالله هاد الناس هادو راه ما عندهمش مستوى، وراه فرقة راه غاتجي بوحدها، وراه غاتجي بهذاك الجمهور. ومن هاد المنبر تنشكر هادوك الجمعيات كلهم، واخا عندهم دي كونفلي، واخا هاد الهضرة هادي تيقولوا انه ما غاديش يديروا التفريقة بين الجمهور ديال مراكش. الأونطرات كلهم ولا الحمد لله الجمعيات كلهم تيشرفونا، والدليل أكبر واش عباد الله واحد من الجمهور من الأوفياء ديال الجمهور اسميتو سمير، ولا ما خدام راه يتيم، ما عندو لا خدمة لا ردمة والو مسكين. راه الناس اللي مشاو كراو ليه، الناس وتيمشي حتى الأسفي ومشي لتطوان يشوفوا ليه شي خدمة. ها واحد ها باقي تنعاودو عليه، يعني هاد الناس هادو ما تسناوش منهم هاد مراكش شي حاجة. الكوكب الله يعاونها مع هاد الناس، خرجوا على الكوكب، هاد المكتب المسير خرج على فرع كوكب، فرع كرة القدم، ولا تسناوش شي حاجة من هاد الناس. وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى، وتنتمناو من هاد المسؤولين الغيورين الشرفاء الأحرار، الشرفاء الأحرار، باش ياخذوا بهاد الجمعيات وبهاد المحبين الكوكب مراكشي وينوروهم في الطريق، انه هاد الناس هادو راه تكرفصوا على الكوكب. مرة أخرى كي قال حمد البهجة وكي قال قيدتو، كي قالوا الإخوان الغيورين، راه هذاك النهار جات واحد بيديروا واحد انترفيو مع الجمعيات، واحد الصحافه مشكورين مراكش اليوم راه هي تعرضت للطرد، قال لهم ما ندخلوكمش، الوانكم حتى هي. دارت هذا الانترفيو مع السبيطاري مع الاخوان الغيورين على مراكش، وهي كتهضر وضربها تاع النفس على الكوكب. احنا غنتسناو حتى المصير ديالها، واش حتى هي غادي تنطر ديالها في المحافل، واش المهم راه غادي تكون شي حاجه مال حتى هما. اعطيني دراك ولا اعطيني جاك ولا نقطع دراك، بركة من هاد الأساليب هادو اللي هي دون مستوى. أعطيو راسكم للمعقول وتفرقوا مع هاد الفرقة هادي بالعربية، الوارزازي، إرحال، الشوفاني، إرحال، مربوح، إرحال، ظاهر، إرحال، تفرقوا مع هاد البلاد وتفرقوا مع هاد الكرة هادي، وسيروا شوفوا شغالكم، وطبعا المحاسبة.